صاروخ عجل فرفر سلمي فيا واون ورزقل حد سوغا فرجي سكاض ويتزي حملن ولي وي شبه كل زر أذهي تقلق الخطر من فدنو غالدي غريبا يبس لنوي ثاد ظهر فسوثا عزيز ناس نحضر ديدنا شنو يا روان تعيش مدينة تيزي وزو هذه الأيام على وقع كلاسيكو المرتقب بين الشبيبة القبائلية صاحبة الأرض والجمهور والضيف مولودية الجزائر الذي سيكون من دون شك ضيفا ثقيلا على أبناء المدرب كمال موسى والذي من جهته يعد العدة منذ أكثر من 25 يوما من التحضير حيث اختار الطاقم الفني للشبيبة تخصيص النصف الأول الذي انطلق لتيزي وزو للجانب البدني أما الشطر الثاني أراده ابن مدينة قلمة للتركيز على الجانب التكتيكي والذهني وكحصيلة لمرحلة التحضيرات نجد الشبيبة لعبت مجموعة ثلاث مباريات ودية تحضيرية حاول فيها المدرب بمعية طاقمه الفني منح الفرصة لكل اللاعبين خاصة الجدد منهم بصورة يوتو زيايا عادل جرار والحارس القديم الجديد مليك عسلا الذي عاد لأحضان جبال جرجرة من جديد من جهته يتواجد الجمهور القبائلي في حالة ترقب حيث أنهم يتوانى في الإعراب عن تدمره من نقص المباريات الودية التحضيرية التي اعتبر قلتها أمر غير إيجابي في ظل كثافة التعداد وتنوعه حيث تسخر التشكيلة القبائلية هذا الموسم بمجموعة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة الذين يعول عليهم النادي كسب الرهانات القادمة لمقدمتها كأس الكونفدرالية الإفريقية التي سيعود الكناري بوابتها الواسعة بعد احتلال المركز الثالث الموسم الفارق على أمل التحليق من جديد لسماء القارة السمراء. تامور ثيوب في شوض غيذرار يدي سكر حضرو ثينا الناس غنم يصفضي مطعون في الصبرة طالسي سمدق قلق الله انو غلغ الهنا واتسام يراون ما فرح ما يذون فرح غنا ثمو غذن محزن يون وعاك وكوا زيغ يوذن فرح ميد والفرح عنا دمور وابن الحزن غيون وعاك وزير يوذن فرح ميد والفرح عنا دمور وابن الحزن غيون وعاك وزير يوذن فرح ميد